السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الخالق محمد من ذا تيكو. النهارده هتكلم عن حاجة اتكلمت عنها مرة قبل كده، وهي الألعاب المدفوعة والكراك وكده. في اتكلم عن بعض مشاكل الكراك، في ناس كتير تعرف مشاكل الكراك والمشاكل في تنزيل الكراك وتفعيله وابديتس اللعب، لكن انا برضو لاحظت ان في مشكلة يعني ناس كتير بتواجهها في الموضوع ده، وهو السعر. وده منطقي لان احنا في مصر مالناش سوق مخصص للألعاب والبرامج ويندوز. ليه حد عرفه من قريب راح يشتري نسخة ويندوز أصلي لها ب 2800 جنيه، مع إن سعرها الرسمي حوالي 90 دولار على موقع مايكروسوفت، أو 80 دولار. فإيه العلاقة بين المبلغ ده والمبلغ ده؟ ده تقريبا الضعف بالظبط. فأنا قلت لازم نشوف حل الموضوع ده، وبصدفة كان في نفس الفترة اللي كنت بفكر فيها فعلا في حل الموضوع ده، شركة سي دي كي تواصلوا معانا وكانوا عايزين فيديو سبونسرد عن الموقع بتاعهم. قلت تعالى نبص على الموقع ده، ولقيت فعلا ان في معظم الحلول للمشاكل اللي احنا بنواجهها كجيمرز مصريين. فشاركوني برايكم تحت في الكومنتات، اذا كان على النوعيه دي من الكونتنت، او اذا كان على الموقع نفسه وفكره الموقع. لو عايزين تشوفوا حاجات زي دي، او عايزين تشوفوا فيديوهات معينه عن حاجه معينه، يا ريت برضو تقولوها تحت في الكومنتات. انا دايما برحب باي كلام منكم. في كام قسم في الموقع. في اول قسم بتاع الجيمز العادي، واللي هو بيبيع سيريال كيز للحاجات المشهوره زي ستيم واورجن ويو بلاي، والالعاب المشهوره بتاعتهم باسعار حلوه في متناول الايد شويه، لحد زي الجيمر المصري اللي مش عاوز يدفع المبلغ كامل اللي موجود للستورز الاجنبيه زي الستور الامريكي والستور الاوروبي وكده، اللي هم بيدفعوا 60 يورو 60 دولار كاملين، لان ده طبعا شيء مش مناسب لسوق زي السوق بتاعنا. فلما تيجي تبص على الموقع هتلاقي ان في اكتر من قسم، فيه زي ما قلت قسم البي سي منهم ستيم واورجن ويو بلاي، وحاجات تانية زي باتل نت بتاع اوفر ووتش، وبعض الحاجات التانيه لو انت عاوز تشتري اي حاجه من الحاجات دي. في برضو حاجه جميله جدا، وهو وجود مكان للسي دي كيز بتاعت مايكروسوفت ويندوز، وبسعر حوالي 14 دولار. 14 دولار سعر ممتاز لحاجه زي دي. لما تيجي تبص ان سعره الرسمي على موقع مايكروسوفت 80 90 دولار، وتيجي تبص على سعره في المحلات تلاقي ان سعره بيدخل في متوسط 2000 جنيه، 2800. فطبعا في شخص هيشكك، وانا شخصيا شككت، اللي هو النسخه دي اكيد فيها حاجه غلط، فيها حاجه مريبه. هي الحاجة الوحيدة اللي غلط فيها، او الحاجة الوحيدة المريبة فيها فعليا، هي انها نسخة OEM. نسخة الـ OEM هي نفس النسخة اللي بتروح للشركات اللي بتصنع لابتوبات وكده، اللي هي مثلا بتشتري 5000 نسخة لموديل لابتوب معين بيصنعوه بينزلوا عليه ويندوز. فاكيد مش هيشتروا نسخة الويندوز الكاملة اللي 90 دولار او 100 دولار، هم اكيد هيشتروا نسخة ارخص. فمايكروسوفت بتدي لهم كميات من نسخ الـ OEM. نسخ الـ OEM يعني مشكلتها العظمى الفعلية ان ما بيجيش معاها سبورت لمايكروسوفت، اللي هو اساسا ما حدش بيستخدمه، وما بيجيلكش اختيار كتير في النسخ، انت بيجيلك نسخة واحدة معينة. لكن نسخ الـ OEM مش حاجة، مش عيب او مش مشكلة ضخمة. في برضو كود خصم للفانز بتوعنا اللي بيتفرجوا على الفيديو ده باستخدام كود TTC اللي هو The Tech Crew. الكوبون ده هيديك خصم دولار ونص على نسخ الويندوز اللي انت عاوز تشتريها من الموقع. الموقع بشكل عام مليان كل حاجة انت كجيمر او كمستخدم محترف ممكن تحتاجها، اذا كان برامج زي مثلا برامج الاوفيس وويندوز، وممكن تلاقي برامج تانية كمان موجودة على الموقع زي ما قلت، العاب ستيم والعاب الكمبيوتر بشكل عام، وحتى البي اس ان كاردز والاكس بوكس كاردز. لو انت تشتري مثلا بي اس ان كارد ب 10 دولار ب 20 دولار مهما كان، هتلاقي الكاردز دي موجوده على الموقع باسعار كويسه. في كوبون بيعمل خصم 3% على اي لعبه تشتريها او على الحاجات بتاعت الاكس بوكس والبي اس ان. الكود ده عباره عن تي تي دبليو، اكتب تي تي دبليو وانت بتشتري من على الموقع، هيجي لك خصم 3% على اي لعبه تشتريها، وخصم 10% على اي نسخ او اي برامج من ويندوز، اي نسخه ويندوز او اي برامج ممكن تشتريها من على الموقع هيجي لك عليها خصم 10% باستخدام الكود بتاعنا احنا بقى تي تي سي اللي هو ذا تيك كرو شانل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو.